وزي ما هدي قالت الاماكن المفتوحه، يعني الكامبنج ده حاجه مهمه جدا. فاكر لما كنت بقول لك احنا ممكن نسافر حته شط لوحدنا، ما يبقاش فيه زحمه، ما انت يبقاش، وسام او وبنت. جنينه انا والمدام والاولاد بس، وقاعدين وجايبين معانا الاكل ومعانا الشرب ومعانا الحاجات دي، ممكن تبقى في واحدة فسحه لطيفه. حاجة كمان، أنا صح، سافرت هولندا ورحت أمستردام أنا وابني لوحدنا كده. ده قبل. طبعا قبل. الحقيقة إنه أنا ما أعرفش، كنت فرحانة وحزينة في نفس الوقت. إحنا دخلنا كمية متاحف أنا وابني غير طبيعية، وكلها متاحف حدث ولا حرج يا هادي. أوضة وصالة وعفشة مية، والله العظيم يعني أنا عيب أقول عليها متحف، بس هو مسميه ميوزيوم ومتحف. متحف عن جسم الإنسان، فهو واخد ايه تلات اربع اوض في بيت فوق بعض، وعامل الديزاين ايه بقى فوق راس الانسان في الدور ده، وبعدين السلم ياخدك بالاسهم ينزلك لمنطقه الصدر، وبعدين لمنطقه المعده، وبعدين شوفي الديزاين. ها، فانت ماشيه في رحله بتتحركي جوه معاه. جسم فكره الانسان. بسيطه جدا. ليه بقول لكم ده؟ لان لما رجعت من هناك قلت ياه بقى انا طلعت العماره دي واللي بيقولوا عليها متحف عشان اتفرج على جسم الانسان. بص بقى، وعلى كده بقى يجي 15 متحف من هنا لهنا لهنا تتسلى طبعا. تعالوا شوفوا عندنا برافو، من بعد موكب المومياوات برافو مثلا، يا شيخ، كتير برافو. ناس انتبهت ايه ده. دي حاجة مهمة جدا. طبعا انت جدا. عندك المتحف المصري، انت عندك المتحف الحضارة الجديد اللي اتنقلت اللي ليه فيه المومياوات، المومياوات. عندك المتحف المتحف الكبير الزراعي بقى. ده لسه بقى ان شاء الله ان شاء الله. متحف الزراعي، عمرك رحت متحف لا الزراعي؟ عمري ما واحد رحت من اروع المتاحف، المتاحف هادي من اروع المتاحف. عمري ما رحت المتحف الزراعي. في كتير. لا وفي وعندك متحف اسمه متحف ام كلثوم، انا اشتغلت فيه. صح، ده حقيقي. عند مقياس النيل في الروضه، في ده كتير مكان حاجات هايل. حلوه. في بس مقياس النيل نفسه في حد ذاته مكان تروح. لا انتوا عارفين ايه اللي كمان، قصر المنسترلي، برافو اللي كمان رحله لطيفه جدا للولاد، القريه الفرعونيه. طبعا حلو، رحله طبعا رائعه، لانه يعني هي بتخاطب صح فكر الطفل وبتخاطب خياله. صح، لان انت الطفل عايز حاجه يشوفها بعينه ويعيشها كده بالتجربه. صح، فمثلا دي من الخروجات اللذيذه جدا ومن الفسح الصيفيه اللطيفه جدا جدا. يعني شوفوا احنا قاعدين طلعنا كام حاجه ممكن من غير ما نسافر واحنا قاعدين. وبعدين يا جماعه، يعني العالم كله بيجي من كل بلاد الدنيا عشان يشوف متاحفنا دي ويشوف اثارنا دي ويشوف الحاجات دي. احنا عندنا الحاجات دي متوفره باسعار رمزيه جدا جدا، كل الناس تقدر تروح المتحف وتروح الاماكن اللي احنا بنقول عليها دي، يعني مفيش حجه قصدي. بس هو عارفه ايه، انا لاحظت ان احنا لما كورونا جت في حياتنا، مش احنا بس كمصريين، العالم كله، اجبرتنا نفكر بره الصندوق طبعا، واجبرتنا نتعلم طبعا نستمتع بحاجات مختلفه. صح، وجديده ومش مكلفه، واحنا احنا قاعدين في لازم نغير وهي الروتين دي اللي اللي اتعودنا كانت عليه. الصندوق اصلا طبعا احنا كنا في في فتره صندوق خرجنا بره. صح.